لا يمكن العيش بشكل غير طبيعي لأكثر من هذا. هذا ما ساقته رئيسة وزراء اسكتلندا في خطابها الأخير الذي قالت فيه إنها ربما تعلن عن خطتها لرفع إجراءات الإغلاق في الإقليم الأسبوع المقبل. ستيرجن تؤكد أن الحذر سيكون الأساس في خطة رفع الإجراءات، ولكنها لم توضح تفاصيل خطتها التي ستأتي متأخرة بأسبوع على الأقل من رفع إجراءات الإغلاق في إقليم إنجلترا، حيث رفضت ستيرجن الانضمام إلى خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في رفع الإغلاق مطلع الأسبوع الماضي، بحجة أنه أعلنها دون التشاور مع بقية أقاليم المملكة المتحدة. من شعار البقاء في المنازل إلى البقاء في حالة التأهب، ستنتقل ستيرجن بإقليم اسكتلندا خلال أيام ربما بحثا عن شيء من الحياة الطبيعية كما تقول. ليس هذا الإقليم فقط، وإنما ويلز أيضا الذي أعلن عن خطته الخاصة دون جدول زمني محدد. وزير ويلز الأول مارك دراكفورد أعلن عن نهج حذر وتدريجي للخروج من الإغلاق يحمل اسم إشارات المرور، وهو يشمل ثلاث مراحل تتتالى وفقاً لنتائج رفع الإغلاق في كل منها دون تحديد فترة زمنية ثابتة لأي منها. وقد أثار تباين إقليم المملكة المتحدة في شكل ومواعيد رفع الإغلاق انتقادات وجهت مباشرة لرئيس الوزراء بسبب ضبابية خططه في هذا الإطار، في حين فسر جونسون نفسه هذا الاختلاف بالقول إن لكل إقليم في المملكة ظروفه الخاصة التي يقدرها القائمون عليه.